الباب الثامن: باب الاستقامة. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق.